دخل المنتخب التونسي مباراته الحاسمة أمام إيران باحثا عن نقطتي الفوز لضمان تأهله رسميا إلى دور 16. المنتخب التونسي ورغم أنه واجه أضعف فريق في مجموعته لم يحافظ على تقدمه بعدما غاب التركيز فجأة عن لاعبيه، ليتقدم الإيرانيون مع نهاية الشوط الأول قبل أن يدرك التونسيون التعادل ب12 هدفا. في الشوط الثاني وبعدما أشرك حسن أفانديتش أغلب لاعبيه، ضرب المنتخب التونسي بقوة وسجل 7 أهداف متتالية في 7 دقائق فقط من بداية هذا الشوط، وحافظ نصر قرطاج على الفارق حتى نهاية المباراة التي حسموها ب30 هدفا مقابل 23. منتخب إيراني كنا حضرنا البداية، نعرفوا اللي ديما الشوط الأولاني يكون قوي برشا. منتخب إيراني داير كمل متفوق على منتخب البوسني ومنتخب المقدوني ظل في الشوط الاول. كنا نعرف المنتخب صعيب برشا، حضرنا كم الفوز ان شاء الله نلقاو وجه اخر تاع المنتخب، نقعدوا الجمهور التونسي انه باش نمشيو له بعيد ان شاء الله، وان شاء الله ربي معنا ان شاء الله. وبعد التأهل التونسي انطلقت من أمام قاعة علي بن حمد العطية أفراح الجماهير التونسية الحاضرة بأعداد كبيرة لمساندة منتخب بلادها في مشواره في البطولة. بعد اطمئنان الجماهير التونسية على تأهل منتخب بلادها إلى الدور الثمن النهائي، تتجه الأنظار إلى قاعة لوسال حيث يخوض المنتخب القطري مباراة ضد نظيره البيلاروسي يسعى فيها إلى الانفراد بالمركز الثاني. مباراة المنتخب القطري وضيفه البيلاروسي لم تنطلق كما خطط لها مدرب العنابي فاليرو ريفيرا، ويبدو أن الهزيمة الماضية أمام إسبانيا ألقت بظلالها على أداء القطريين، فاستسلموا لسيطرة منافسهم الذي أنهى الشوط الأول متقدما ب12 هدفا ل7. في الشوط الثاني استعاد المنتخب القطري أداءه المعهود ونجح في إدراك التعادل، ثم تفوق على منافسه البيلاروسي في بقية فترات هذا الشوط ومضى ليفوز ب26 هدفا مقابل 22. كان نقصنا شوية تركيز، فبين الشوطين تكلمنا وحاولنا نركز شوي، والحمد لله يعني الفريق كان ملموم وكنا على يد واحدة والنتيجة ظهرت اللي نحن عنا تيم. ويواجه المنتخب القطري ثاني المجموعة الأولى في ثمن النهائي نظيره النمساوي ثالث المجموعة الثانية. كريمة بن حميدة، الجزيرة، الدوحة. فانديتش أغلب لاعبيه، ضرب المنتخب التونسي بقوة وسجل 7 أهداف متتالية في 7 دقائق فقط من بداية هذا الشوط، وحافظ نصر قرطاج على الفارق حتى نهاية المباراة التي حسموها ب30 هدفا مقابل 23. منتخب إيراني كنا حضرنا البداية، نعرفوا اللي ديما الشوط الأولاني يكون قوي برشا. منتخب إيراني داير كمل متفوق على منتخب البوسني ومنتخب المقدوني ظل في الشوط الأول. كنا نعرف المنتخب صعيب برشا، حضرنا كم الفوز ان شاء الله نلقاو وجه اخر تاع المنتخب، نقعدوا الجمهور التونسي انه باش نمشيو له بعيد ان شاء الله، وان شاء الله ربي معنا ان شاء الله. وبعد التأهل التونسي انطلقت من أمام قاعة علي بن حمد العطية أفراح الجماهير التونسية الحاضرة بأعداد كبيرة لمساندة منتخب بلادها في مشواره في البطولة. بعد اطمئنان الجماهير التونسية على تأهل منتخب بلادها إلى الدور الثمن النهائي، تتجه الأنظار إلى قاعة لوسال حيث يخوض المنتخب القطري مباراة ضد نظيره البيلاروسي يسعى فيها إلى الانفراد بالمركز الثاني. مباراة المنتخب القطري وضيفه البيلاروسي لم تنطلق كما خطط لها مدرب العنابي فاليرو ريفيرا، ويبدو أن الهزيمة الماضية أمام إسبانيا ألقت بظلالها على أداء القطريين، فاستسلموا لسيطرة منافسهم الذي أنهى الشوط الأول متقدما ب12 هدفا ل7.